قام وزير الشباب والرياضة نايف البكري بزيارة تفقدية لإذاعة ناس اف ام للاطلاع على الدور الذي تقوم به في مساندة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأشاد البكري بإذاعة ناس اف ام وبرامجها التي تهتم بالجيش الوطني والشباب، مؤكدا الدور الكبير للإذاعات في التوعية ورفع المعنويات، خصوصا في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المناطق. وقال البكري إن زياراته للمؤسسات الحكومية والخدمية تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للفريق الحكومي بالاطلاع على أوضاع المؤسسات المختلفة في المحافظات. هؤلاء الشباب اليوم هم من يرسمون خارطة المستقبل لمن الكبير من خلال إبداعاتهم، من خلال عملهم، من خلال أيضا هذه الطاقات التي وجدت اليوم هذه الأماكن وهذه القنوات لتعبر عما في خلقات إبداعاتهم وثقافتهم وتعليمهم. شاكرين باسمي بالأخ باسم السلطان المحلي الأخ علي الفاطمي والأخ سلطان العرادة والأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وأيضا توقيعات إقامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لزيارة هذه المؤسسات وشكرها ودعمها للمقاومة والجيش. شاكرين لكم، وإن شاء الله نلتقي في صنعاء في هذه الإذاعة.